استضافت مصر مؤتمر القوى السياسيه والمدنيه السودانيه تحت شعار معا لوقف الحرب، وذلك بهدف تقديم رؤى سودانيه خالصه لانهاء الازمه. ياتي هذا المؤتمر في اطار من التعاون والتكامل مع جهود الشركاء الاقليميين والدوليين لمساعده السودان على تجاوز الازمه ومعالجه تداعياتها الخطيره على شعبه وامن واستقرار المنطقه. في اطار جهود مصر لحلحله الازمه السودانيه ومحاوله تقريب وجهات النظر بين الفرقاء للتوصل لرؤيه سودانيه خالصه تنهي الازمه تستضيف القاهره مؤتمر القوى السياسيه السودانيه ضمن المساعي الراميه لتوفير المناخ الملائم للحوار بين مختلف القوى السياسيه للبدء في عمليه تفاوضيه تنتهي بسلام دائم وشامل يحفظ مصالح الدوله السودانيه ويسهم في الحفاظ على امن واستقرار المنطقه الدعوة المصرية جاءت انطلاقا من إيمان راسخ بأن النزاع الراهن في السودان هو قضية داخلية بالأساس، وأن أي عملية سياسية مستقبلية ينبغي أن تشمل كل الأطراف الوطنية الفاعلة على الساحة السودانية، وفي إطار احترام مبادئ سيادة السودان، ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، إضافة إلى الحفاظ على الدولة ومؤسساتها. مؤتمر العاصمة الإدارية يعد خطوة بناءً وإيجابية تؤسس لانعقاد مؤتمر دستوري شامل يتم الإعداد والترتيب له بصورة شفافة ومحايدة وبمشاركة جميع الأطراف وفق معايير متفق عليها بغرض وقف الحرب وإنقاذ السودان. الدور المصري يأتي استكمالا لجهود مصر ومساعيها المستمرة من أجل وقف الحرب الدائرة في السودان وفي إطار من التعاون والتكامل مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين لبذل الجهود الممكنة لمساعده السودان في تجاوز الازمه التي يمر بها ومعالجه تداعياتها الخطيره على شعبه وامن واستقرار المنطقه لا سيما دول الجوار جهود مصريه مستمره لتحقيق هدف التوصل للرؤيه السودانيه لحل الازمه انطلاقا من علاقاتها التاريخيه بالسودان والاواصر المتعدده التي تربط بين البلدين وحرصها على امن واستقرار المنطقه في مواجهه كل ما يهددها من نزاعات تهدد بفقدان مكتسباتها ومقدرات شعوبها